اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس. الفائزين بحلم اوضه اللبس النهارده منورني في الاستوديو. ماجد وشريف الاثنين يعني قدموا لنا فيديوهات هايله. ماجد فرج صح؟ ماجد محمد فرج. ماجد محمد فرج حلل مباراه الاهلي الاهلي وطلائع وطلائع الجيش. الجيش، وشريف حسن حلل مان سيتي واليونايتد. مان سيتي واليونايتد. ماجد تعال الاول نتفرج على التحليل بتاعك. ماشي، اتفرج على تحليل ماجد. نهائي كاس مصر موسم 19 20 بفوز النادي الاهلي على نادي طلائع الجيش بركلات ترجيح بعد مباراه ماراثونيه قدر فيها النادي الاهلي بعد 120 دقيقه ان هو يفوز على نادي طلائع الجيش في مباراه بدا فيها نادي طلائع الجيش بقياده طارق العشري مباراه بضغط عالي على النادي الاهلي. نادي طلائع الجيش النهارده كان بيلعب اول نص ساعه بدفاع متقدم عشان يقفل على مفاتيح النادي الاهلي ويضايقه وهو بيعمل مرحله البيلد اب، وفي نفس الوقت يوقعه في الاوفسايد تريب اللي وقع فيها النادي الاهلي 3 مرات في اول تلت ساعه من اللقاء. كابتن طارق العشري كان عارف كويس قوي ان بانون هو اللي بيبدا الهجمه ومرحله البيلد اب للنادي الاهلي، عشان كده كان بيعمل دايما كماشه ثلاثيه مكونه من ماجد. قول لي الاول انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في شركه طيران، وشغال في مجال السياحه عامه بقالي حوالي 14 سنه. في المكتب يعني؟ في المكتب. في المكتب اداري يعني. بشتغل حجوزات وبشتغل، كنت شغال سيلز قبل كده. طب اديني نمرتك بقى تحجز لي شويه. حاضر ماشي. ايه اللي حببك في الكوره وايه اللي حببك في مجال التحليل؟ انا بحب الكوره من سنه 90، مونديال 90، جيل المانيا اللي كان فيه لوثر ماتيوس وكلينزمان وفولر. طبعا الجيل ده كان جيل الذهبي لالمانيا، ومارادونا طبعا ايقونه الكره الحديثه. فبداية دي كان حببتني في الكوره. والدي طبعا كان ليه جزء كبير ان هو حببني في الكوره، بس ما خلينيش لعيب كوره يعني. فاتجهت ان انا حبيت التحليل، يعني تحليل المباريات. وابتديت ده في لعبه الفيفا اللي بيبقى فيها تاكتكس وخطط، ان انا احط الانستراكشنز والحاجات دي، لان هم بداوا في حديثا يعني ان هم ياخدوا الحاجات دي مدربين الدوري الانجليزي، اللعيبه اللي تبقى جوه البوكس ساعه الكورنر او ساعه الفاول والاوت بوكس، واللعيبه اللي تخش في الهجمه مثلا الوينج اليمين او الشمال، الباك اليمين او الشمال يخش في الهجمه يساعد فيها او يفضل ستي باك وايل اتاك. فالحاجات دي كلها ساعدتني يعني في مجال التحليل ده. يعني انت الموضوع الفيفا والموضوع الفوتبول مانجر صح؟ الفوتبول مانجر. الفوتبول مانجر هي اللي ساعدتك بشكل هي اللي ساعدتني. يعني انا اتجهت للتحليل لان انا يعني زمان والدي ما شجعنيش خالص انا بلعب كوره يعني. عشان كان ايام التسعينات وكده، كان انت عارف لعيب الكوره كان شويه، لعبه الكوره عامه يعني ما كانتش مفضله قوي يعني عند الابهات وكده يعني. غريبه، مع ان الناس كلها دلوقتي عايزه اولادها يلعبوا كوره. لا الزمن اتغير خالص. شريف الاول تعالى اتفرج على الفيديو التحليل بتاعك. يونايتد في المركز الثامن، سيتي في المركز التاسع. اعتقد الدوافع بين الفرقتين مختلفه، من الفرقتين كل فرقه دخل الماتش الدوافع مختلفه. يونايتد بعد خساره لايبزيج سيتي وخروجهم من الشامبيونز ليج وتحولهم لليوروبا ليج، المفروض يكون عندهم دافع اكتر بكده ان هم يثبتوا نفسهم في البريمير ليج ويوصلوا لبوزيشن احسن. سيتي كفريق بينافس خلال كذا سنه اللي فاتت دايما بينافس ليفربول وتوتنهام والفرق الكبيره، كان عنده دوافع ان هو يخرج من المركز الثامن اللي هو فيه ويعلى يبدا يخش في منطقه المنافسه مع توتنهام وليفربول اللي متصدرين الجدول ب 24 و25 نقطه. كان المفروض في دوافع اكتر من كده عن الفرقتين ان هم يكسبوا، لكن للاسف ما شفناش الدوافع دي في ارض الملعب. هنبدا بالتشكيل سريعا. اليونايتد بدا ب 4-4-2 دايموند ب 4. شريف انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل مدير علاقات عملاء في بنك دولي كبير. بقالي 5 سنين تقريبا بشتغل الشغلانه دي، خريج تجاره انجلش عين شمس. هو بس ده مجالي يعني. وعرفت ان انت يعني عايز تخش مجال التدريب. انا دخلت اوريدي مجال التدريب. يعني انا كنت بلعب في فرقه السنه اللي فاتت في دوري الدرجه الرابعه، انا كنت لعيب بروفيشنال مسجل. بس حصل الظروف طارئه ان المدير الفني اللي في الفرقه مشي فجاه. فمسكت انت. فكانوا حابين حد قديم ومشي وعارف الناس والناس بتحبه وهم عندهم فكره ان هو بيفهم في الكوره. جاوني ماتش، الماتش ده كسبناه، كنا بننافس على بطوله وديه بنجهز للدوري الدرجه الرابعه اللي هو هيبدا الشهر الجاي ان شاء الله. الفرقه لسه موجوده. انت اللي هتدرب الفرقه؟ انا مسكت 3 شهور وسبتهم. سبتهم لان الموضوع متعب جدا. يعني الموضوع بالنسبه لي كان مرهق جدا. يعني انا الجامعه ما بين الشغل اصعب حاجه عملتها في حياتي هي التدريب. يعني انا شغال في بانكينج، شغال في شركات مالتي ناشونال، شغال في اماكن كتير قوي، عملت تريننج في اماكن كتير قوي،
لكن التدريب ده حاجه صعبه قوي، هاو تو هاندل 25 30 لعيب، باللي زعلان، باللي متضايق، باللي عايز يلعب، باللي عنده مشاكل، بمشاكل الفرقه نفسها، بالكرنيهات المتاخره، بالحاجات الاداريه، بالحاجات الفنيه كمان. في الدرجه الرابعه ما فيش جهاز فني وجهاز اداري كامل، او بتشتغل اثنين ثلاثه، والوضع بقى صعب قوي. فانا مسكت الموضوع 3 شهور. لكن دلوقتي عايز تروح لموضوع التحليل؟ يعني انا حابب الموضوع جدا بصراحه، خصوصا ان هو بعيد عن ضغط التدريب يعني. بس خلي بالك بقى، موضوع التحليل في ضغط تاني، هو ضغط اقل طبعا، ان انت بقى ان انت كل كلمه بتقولها محسوبه عليك، وبتزعل طبعًا الناس منك، وتلاقي لعيبه بتكلمك ومدربين بيكلموك طبعًا. كل شغلانه ليها ستريس. بس التدريب انا يعني بختلف معاك، التدريب فيها ستريس طبعا اكبر بكتير، لكن فيها ادرينالين لا يمكن تلاقيه في التحليل، لا يمكن اي حد بيشتغل في الميديا. السسبنس بتاع ان انا عندي ماتش وعندي تحضير، وخطتي دي هتنجح ولا لا، طريقتي دي هتكسب ولا لا، وان انا اعمل خطه تواكب او يعني تبقى تناسب اللعيبه اللي عندي، انا عندي قدرات معينه. هو عارف يا شريف امتع حاجه في التدريب ايه؟ ان انت تبقى شغال على افكار معينه وتلاقي لعيبتك بتنفذها. ده اكتر مشكله بليجر كبيره قوي في الرابعه، اكتر بليجر لا ده اكتر بليجر بتلاقيه للمدرب. بيسالوا اليكس فيرجسون، بيقولوا له يعني، والناس لازم تفهم الكلام ده، ان مفيش مدرب في الدنيا شغال ما عندوش ضغط، بيبقى عنده ضغط. بيسالوا اليكس فيرجسون، بيقولوا له بعد ما اعتزل، بيقولوا له في البيوجرافي بتاعه يعني، ايه اكتر حاجه وحشاك في التدريب؟ تخيل اليكس فيرجسون كل الماتشات، اكتر واحد دار ماتشات تقريبا يعني، طبعا اكتر بطولات، قال لهم وجع البطن اللي قبل الماتش على طول. بيقول لهم كده. ده ف شغلانه، هي شغلانه ممتعه، شغلانة مرهقه جدا، ممتعة، لكن مرهقة. لكن ممتعه وارهاقه زياده، زي ما قلت لحضرتك ان انا يعني موضوع درجه رابعه وثالثه، فانت ماسك امكانيات اقل، وامكانيات اللعيبه، وامكان ان انا يبقى عندي وحدات تدريبيه كافيه ان انا اشغل اللعيبه على خطه وطريقه لعب معينه وبيلد اب معين. دي قصه يعني. عموما انا في رايي ان انتوا الاثنين عملتوا مجهود رائع في الفيديوهات بتاعتكم، طبعا عندكم منافسه شرسه، في شباب كتير قدموا لنا فيديوهات. هنعمل احنا لجنه تقييم في الاخر، او لجنه يعني لجنه هتدي ماتشات معينه ان احنا نحللها مع بعض عشان يفوز معانا فائز ان شاء الله. بتمنى لكم التوفيق ان انتوا كل واحد منهم، انتوا اللي ان شاء الله. بشكركم ونورتوني وشرفتوني في اوضه اللبس. الـ 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 الماتش اللي جاي اللي هيكون معانا في حلم اوضه اللبس، ماتش ليفربول وتوتنهام. ليفربول وتوتنهام بكره الساعه 10 نخش على حلم اوضه اللبس ونعمل فيديو دقيقتين ثلاثه، ونحاول تحاول ان انت تشرح فيه رايك في الماتش والافكار بتاعه المدربين. ولازم تركز كويس جدا وانت بتعمل فيديو عايز تكسب فيه، ان انت لازم الاول تبدا بتشكيل الفرقتين وكل مدرب لعب ازاي، والحاجات اللي اتغيرت، الافكار بتاعه المدربين اللي عملوها في المباراه، كلها حاجات يعني تقدر تساعدكم ان انتوا ان شاء الله تكونوا واحد من الفايزين في حلم اوضه اللبس. شرفتوني. شكرا. شرف لينا. اشوفكم بكره على خير. تصبحوا على خير.